خلينا نروح للموضوع الشيق واروح مباشرة لمدام جيهان زيتوني اللي معنا اياها مباشرة بمداخلة هاتفية. بنقول مساء الخير مدام جيهان. مدام جيهان، اول شيء بدي احيي جرأتك بمداخلتك معنا ببرنامج شو الحال تحديدا، وبعتذر اذا نطرناك، والسبب اكيد لانه اليوم حافل، خاصه نحن محطه مسيحيه معنيه بالموضوع. لكن مدام جيهان، حابك تعطينا بمختصر المفيد وبذات الوقت بشهادتك الحيه، خاصه انك امراه غير مسيحيه، تحديدا امراه مسلمه عمل مع عجيبه القديس شربل، وحضرتك سجلت شهادتك بدير ما شربل عنايا، وطبعا انا حصلت على رقمك من خلال دير ما شربل عنايا، فحابب تعطينا شهادتك وخبرتك تجاه الموضوع. تفضلي، كنا سمع. ايه شكرا. علاقتي بالقديس مار شربل علاقه متينه، ما بعرف كيف بدي اوصف لك اياها، يعني ممكن رأفي منه اذا شفاني، ممكن صار في حس روحاني بيني وبينه، ما بعرف والله، الله اعلم. ابتدت حكايتي من شي 10 سنين تقريبا، وكنت حامل وطلع بزيت محبوب، صارت تعبي مي وتلتهب بشكل قوي، وصارت تفلش بشكل كبير مع وجع مؤلم. صرت روح عند الدكاترة وما كان في عندهم حل انه غير يعني مسكن للتحسس ومرهم بالنسبة ما يأذوا البيبي. لحتى بليلة انا ونايمة مع معاناة سمعت صوت بيقول لي قومي قومي، انا مار شربل، جيت انا والخضر اشفيلك الحبوب. وما فقت للصبح، قمت وأنا بانتظار أني أنا قايمة على الحك وعلى التعصيب وعلى البكاء، ما بلاقي ولا حبة بجسمي، وصرت صرخ وفيقت زوجي وفيقت أهلي أنه قوموا قوموا، إجا مار شربل وشفالي الحبوب، والكل اندهش يعني، وما حدا حكى ولا كلمة. ومن وقتها ابتدى العشق الروحاني مع مار شربل. مدام جيهان، مدام جيهان، حضرتك كنت تطلع مثلا على دير ما شربل، في كتير ناس بيقصدوا كانوا الدير على اللي هيك، يمكن كمكان رايق، بيقصدوا كمكان رايق مش كقديس شربل بحد ذاته. انت كيف كنت يعني كنت لما روحتك على دير ما شربل بهدف اي نية؟ انا روحتي على مار شربل، انا صارت معي القصة من 10 سنين. نعم. وما قدرت روح على مار شربل غير لهلأ من شي 5 أشهر بس. لأنه صار معي شيء تاني، يعني لحتالي أنه قلت لهم خدوني على مار شربل يمكن يشفيني مرة تاني مثل ما شفاني أول مرة. يعني أنا ما يعني مرتين. نعم؟ شفاك. ايه، أنا هذه القصة بعد ما حكيتها، أنا رحت من شيء 5 أشهر. نعم. على مار شربل، بس بالفترة 10 سنين ضلتني اسمع صوته يعني، وانا ما بعرف بالمزار شو في ولا حدثت حدا، بس انه كان في ناس جيراننا بالبقاع قال لهم جيبوا لي زيت، بس ما بعرف كيف المزار وما بعرف انه عندهم زيت. مش قصد المكان، مش رايحه ولا مره على المطرح. لا ما بعرف. طب شو اللي اكد لك انه هيدا مار شربل مثلا، مش ممكن يكون شخص اخر، خاصه انه يمكن يكون من طائفتك، من كونك مسلمه شيعيه، ممكن ظهور نبي، فينا نعتبر هيك. شو اللي اكد لك انه هيدا مار شربل؟ هو قال لي بالاسم، هو قال لي انا مار شربل، ما يعني ما قال لي انه مثلا، انه نحن بتعرف كمان بطائفه ما عندنا اسامي وعندنا، ويعني كنت حس فيه انا بعد ما اجى شفاني، صرت بشوف صورته يعني حسيت اني انا بعرفه، هو ما ظهر لي بالشكل بس بالصوت، بس لما قلت لجيراننا واخواننا المسيحيين جابوا لي صورته حسيت كاني انا شايفته وتعلقت فيه. وكنت ضلني بفترة هاي 10 سنين كل فترة يغيب ويجي يقول لي جيهان قومي قومي حطيت لك زيت بالمكان الفلاني. ما كنت قوم بسرعة بس ما لقي زيت، بس اطلب يعني من حدا انه وصل لي سلامي لمار شربل وجيب لي من عنده زيت. ومن وقت طب مدام جيهان، كمان سؤال بيطرح حاله، كبيئة كيف تقبلوك أهليتك؟ أنه بنهي أنت سمعت الاسم بالمنام وتأكدت أنه مار شربل وشفت الصورة، كيف تسهلت عليك الخبرية أنه تخبريهم لأهلك، وخاصة أنك حضرتك مجوزة، كيف تفهم جوزك الموضوع وكيف تقبل الفكرة وكيف كانت ردة الفعل؟ والله تقبلها عادي، لأنه حتى الأهل والجيران اللي شافوني أنا بمنظر الحبوب يعني تفاجأوا تاني يوم أنا ما في بجسمي ولا شيء بالمرضى.
حلو. وكان يحدث، بتعرف نحن بالنسبة لطائفتنا كمان في بيعملوا محاضرات وهيك، وجوزي كان أول واحد يطلع ويحكي عن مار شربل ويقول لهم أنه صارت معي ومع زوجتي القصة يعني، ويحكي أنه اللي شافه. وحتى هلأ أنا إذا بتزور بيتي بتجي لعندي بتتفضل بتلاقي صور مار شربل معبي البيت كله. يعني عن جد الله يباركك مدام جيهان، شيء كتير حلو اللي عم تحكي، وشيء كتير أبونا شخصيا بتشعر يتمجد اسم الله. من أول يتمجد اسم الله مدام جيهان. سؤال من باب الحشرية، هذا كتير ناس عم بيسألوه، بحب أكيد تجاوبيني بكل جرأة وبكل عفوية مثل ما عم تجاوبيني هلأ حضرتك. طب هذا الشيء هل ظهور، وهل إذا بدك التأكد خاصة أنك أنت إنسانة شفيته ولمست هذا الموضوع، خلص ما في حدا يكذبك بالموضوع، ما خليك نوعا ما تغير ديانتك أنه تقول أنا بدي أعمل مسيحية خلص ما بدي أعتنق الدين الإسلامي ما بدي كفي بإسلاميته؟ لا والله مش قصة أنه نحن كنا مشاككين يعني. نعم. بالنسبة لطائفتنا مشاككين، لا بالعكس، نحن ربينا ببيت انه كل الطوائف الدينيه كلها سواسيه، وكنا كلنا بنرجع لرب العالمين يعني. وانا حتى هلا بعدني انه على ديني، وشددت اكثر انه في طهاره وفي صدق بالديانات الاخرى. نعم. ما بعرف، هيدا اللي بدي اقول لك اياه، اني مش انه غير مذهبي، لا صار عندي احترام وايمان بالمذهب الثاني اكثر. امين. مدام جيهان كمان سؤال هيك حلو يطرح، كثير الناس بيقولوا انه اللي عادة بيصير معه عجيبة وبيروح بيعترف فيها ومدري شو بيكونوا دافعين له من قبل الدير يطلع يخبر هيك خبرية، فحضرتك عرضوا عليك مبلغ بسيط حتى تطلع تعطي هالشهادة؟ لا أعوذ بالله. أنا كيف بدي أقول لك، أنا ما كفيت لك قصتي. أنا رحت من شي 5 أشهر صار عندي وجع غريب ببطني، وصار عندي انتفاخ وورم، هيدا اللي هيدا بيشدد أكتر على تعلق مار شربل. الحكمة والدكاترة قالوا 80% كانسر بالبنكرياس. كانسر وأنا من 10 سنين ما في شفة. نعم. ما في شفة هيدا. إيه. وحتى أنا حكيت مباشر مع الدكتور وقال لي إنه نحن شاكين 80% إنه في كانسر، وهو يعني قلت له أنا ما ضعفت، ما هار شعري ما ولا شيء، قال لي انتشاره بيجي بالبنكرياس كتير بطيء. وصار عندي، قلت لهم قبل بدهم يستأصلوا خزعة من البنكرياس ويدوه على فرنسا، وعندي عملية للزايدة. قلت لهم لزوجي ولكل يعني العائلة، قلت لهم قبل ما أخطي أي خطوة وقبل ما أدخل على المستشفى خدوني زور مار شربل، مع أنه هو بده يعني 3 ساعات. عندك ثقة بمار شربل أنه مار شربل مش رح يظهرنا إلا ما يكون إيه عندي ثقة ويعني قدرة الله كبيرة. ومار شربل يعني طلبت منهم أنه كل هالفترة، وصار بتعرف عنا الحرب بلبنان وبجنوب قديش يعني تعذبنا وهيك، بس كان ما أنسى أبدا يعني. نحنا بدي أقول لك يعني نحنا عنا كيف بدي أقول لك، بنقرأ الفاتحة مثلا. نعم. إنه للشخص للرجل التقي لحدا بيتوفى عنا، أنا بكل صلاة بصلاتي كنت أقرأ الفاتحة لمار شربل. ما بعرف بالديانة الأخرى كيف بدي أدعيه. أبونا شو معنات رح يجاوبك الأبونا. أبونا شو معنات، شو فينا نترجم الفاتحة عند الديانة المسيحية؟ الفاتحة عند الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ندعو وإياك نستر أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمين. هذه توازي الأبانة عنا. نفس يعني تقريبا ما لا هذه بيصلوا الإسلام. أوكي. الفاتحة بكل المناسبة بفرح بحزن. نعم. ببداية صلاتهم دايما بيصلوا الإسلام الفاتحة. نعم. هذه هي توازي الأبانة عنا مثل ما نحن بنصلي الأبانة دايما يعني. نعم. هي صلاة إسلامية، هي الفاتحة اللي عم تقول لك عنها هي صلاة إسلامية، كانت أولى كانت تقولها لمار شربل لأنه ما بتعرف الأبانة، كانت تقول الفاتحة لمار شربل. نعم. مدام جيهان بدي أسأل سؤال حشرية للأبونا عنك. نعم. أبونا طب شو اللي جابره لمار شربل يروح يعمل عملية لجيهان بالوقت اللي في كتير مسيحيين بحاجة لعملية؟ لأنه جيهان نحن ربنا بيستجيب القلب الطيب. نعم. جيهان أكيد أكيد قلبه طيب، أكيد جيهان مصلاي من كل قلبه، أكيد جيهان ربنا بيعرف أنها هي بحاجة لشفاء، ربنا بيعرف حاجتها وحاجة عائلتها. ربنا دايما بده نوايا ما بده أعمال، مشان هيك لأنه نيتها طيبة لأنه حياتها طيبة مشان هيك ربنا جاوب. مش مار شربل اللي بيشفي. نعم. الرب هو اللي بيشفي،
الله من خلال الله بشفاعة مار شربل. مشان هيك ربنا استجاب صلاته لجيهان، ومار شربل تشفع قدام ربنا لجيهان، وجيهان نالت الشفاء مرتين مدوبلين. امين. مدام جيهان عندك شي سؤال معين حابه تطرحيه لابونا اخير قبل ما نختم اتصالنا معك؟ لا والله، بس انا كانت امنيتي اني نام ليلي بمار شربل، يا ريت بيحققوا لي اياها. شو هي؟ يعني حابه تنام ليلي بمار شربل بعد ما حققوا لي. اما حققوا لي يلا يلا ابونا بيتوسط لك يمكن. عليك الخير جيهان. خلص اخذت وعد. عليك الخير جيهان. مدام جيهان اخذت وعد من الابونا على الهواء، ابونا وعدته. ايه لا ما في تراجع، بدي اصعب الموضوع، بدي احكي معه واصعب الموضوع. مدام جيهان انا بدي اشكر كثير جرأتك، خاصه بعرف قديش كنت متحمسه تطلع معي، رغم انه كثير اخرين لانه اجاني كذا رقم مش بس رقم واحد، لكن رقمك ما بعرف دو عندي واثرت انه احكيك، وما يعني يا ريت فيي سمع المشاهدين كيف كانت رده فعلك، من قلبك بدك تحكي، فعن جد الله يقويك والله يباركك وتضلك بايمانك والله يعطيك عقديتك يا جيهان. الله يخليكم، انا الي الشرف كمان اني كنت استضيف معكم، والي الشرف كفي معكم بهالديانة الطاهره. شكرا لك، صلي لنا دائما وصلي للكل. الله يباركك مدام، شكرا لمداخلتك معنا. إذن مشاهدينا هيدي مثل سيربريز أو مفاجأة للمشاهدين، لفتة أبونا نعطي منجيب ناس مسيحيين، وأكيد المسيح بده إذا بدنا نقول ينفخ بالمسيح ويحكي بدنا شيء جديد، فحبيت لا أكيد أعطي نكهة للحلقة خاصة بخصوص شادي حلوة. وعمبارح المساء كمان كان في شفاء لآنسي من مار شربل اسمه رهف. نعم اسمه رهف. كمان بكرة إن شاء الله كمان مستضيفة لرهف، وكمان بتخبرنا الشفاء لها إن شاء الله خير يا رب. أبونا عم بيقول المخرجنا بيير زيدان رح نتوقف فاصل سريع، لكن بذكر المشاهدين رح نتابع الموضوع بعد الفاصل، لو شفتوا في مواضيع إضافية عهد الموضوع، إذا فاصل ونواصل خليكم معنا. وقائع، إثباتات، ذكريات ومطالب شعب متمسك بقضيته، هذا ما حملته الصور والكلمات في ملحق 24 من نيسان. نحن أرمن من ساعد بعضنا بسلاح؟ إذا تركي إيه؟ قال لي مسلم، قلت له لا أرمني، قال لي كافر كافر كافر. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, As-salamu alaykoum. برحب فيكم مشاهدينا، برحب فيك ابونا جاك. شكرا شادي. ابونا وعدنا مشاهدين نتابع موضوع العجائب، لانه في كم سؤال هيك يطرح حول هذا الموضوع، لكن قبل ما نحكي بالموضوع في عنا اتصال هاتفي، منقول مساء الخير. الو. لكن انقطع معنا الاتصال، عم بيقولوا لي ابونا سؤال بخصوص العجائب.
الكنيسة قبل ما فوت بقصة الكنيسة كنت عم بحكي مع مدام جيهان انه في كتير اسلام حاولت دق تيعطوا شهادتهم، كتير منهم نكروا بطريقة غير مباشرة انه نحن منحبوا لمار شربيل، منقصدوا لمار شربيل، عمل معنا ظهر لنا مار شربيل، لكن مش مار شربيل شفينا، نحن شفينا من خلال الادوية. ثلاث ارباعهم يكون اجوبتهم هيك ما عدا مدام جيهان استثنائيا. لكن يعطوا مبررات لهالموضوع انه لا نحن مش مار شربيل، نحن اعطينا شهادتنا انه ظهر لنا بس مش هو شفينا. ف شو الجواب على كل شفاء؟ عادة الكنيسة بتستند على الشفاءات. نعم. وبالأخص الشفاءات اللي هي بيعجز عنا الطب. لما بيعجز عنا الطب ساعتها اسمها عجيبة. نعم. الطب بسميها سور ناتورال، ما بسميها عجيبة. بسميها سور ناتورال، شيء غير طبيعي، فائق العادي. ما بنعرف أي شو يعني، ولكن نحن بنعرف. بيقلك الطب، بيقول لك الطب نحن نعرف انه هذا المرض ما بينشفى، واما اللي صار نحن ما بنعرف اي شو، بس هو شفاء ما بقى موجود المرض. نعم. اوكي، هذا صار اسمه شفاء. هلا حتى الامراض المستعصيه ولو بالدواء ما بتشفى. عرفت كيف؟ هلا شفي بلك شفيت بالدواء، في امراض ما بتشفى بالدواء. نعم. بالاخص السرطان، السيدا، باردون، الاشياء مثل البنكرياس. نعم. كونسر البنكرياس ولا ممكن. سمعنا قصة الحبوب راحوا من جسمها وعندها كان اوجع بمعدتها، قالوا لها انه كونسر و 80%. مش هيك الامراض اللي بتشفى بالدواء وهي عادة ما بتشفى، هيدي كمان عجيبة. عرفت كيف؟ انه لانه الاختبار بيقول انه هذا النوع، لانه نحن بنعرف السرطان هو حوالي 450 نوع لحد اليوم، في 450 نوع سرطان. لهالسبب الانواع اللي ما بتشفى هي كاتيجوري واحده معروفه شو هي. ولو اخذ دواء وشفى فاذا في اعجوبه، في تدخل غير طبيعي، سير ناتورال. الكنيسه بتسميه اعجوبه. أبونا في معنا اتصال هاتفي على 09914402، وإضافة للاتصال عم بيجينا مسجز، هلا بقرا لك مسجز على 7887683. بنقول مساء الخير. ألو. ألو، يا هلا، مين معي؟ سلام المسيح. سلام المسيح معك، أهلا وسهلا فيك. لأبونا ولحضرتك خينا، بس بدي اعمل هيك مداخله صغيره، بدي اعرف قد ايه عندي وقت لاقول لك كم عجيب صار معنا هي فتره القريبه كثير لابني. قد ايش معك وقت؟ عم تحشرينا كثير لانه بعد في عندنا مواضيع. دقيقتين. معك دقيقتين قد ما فيك. لا تفضل، بعد ما بتعطيني وقت رح اقول لك اياهم بقعده. يلا كلنا سمع، تفضلي. اول شيء عم ننسى نحن الاساس هو ربنا يسوع، يعني عم نحكي عن العجائب وعن كل شيء وعن كل شيء وعن كل شيء، منقول باسم ربنا يسوع. نعم. لأنه بالإنجيل ربنا يسوع قال باسمي تصنعون العجائب. لا، قلنا نحن قلنا هيدا ربنا اللي بيشفي مش برشربل، هيدا قلناه. ربنا يسوع أكيد. نحن قلنا الله، نحسب الله الآب أو يسوع، مش مهم. الثالوث الأقدس هذا شيء قلناه. أكيد. نعم. في شيء غيره؟ نعم. أكيد. انا كان عندي ابني، اول شيء هو بيخدم بالكنيسه ليل نهار. شو؟ وراجع دم مره بقلب الكنيسه. لحظه بس يا ريت ترجع عيدي. ما فهمنا مدام. تفضل. بدي اقول لك لا شو العجيب اللي صارت معنا. نعم. ابني صار له 12 سنه عنده مشكله بالرواية. اوكي. كل حكيم رحت عند كل شيء بروفيسورية، كل حكيم بيقول له شيء بيقول له بنمونيه، شيء بيقول له جريب، شيء بيقول له ما بعرف شو، شي بيعطوه كورتيزون. حتى مرة راجع دم بالكنيسة، هو بيخدم الكنيسة ليل نهار مار شربل. نعم. بقى في ليلة هلأ من شهر ونص، بعدين بقول اسمه، شهر تقريبا شهر ونص. نعم. عم صلي له، قال لي يا ماما، بتقولي له لأمنا مريم، شو بتطلبي منها؟ أمنا مريم هي أم يسوع وأقرب إنسان لقاله، بدغري بيستجب لنا ربنا. وما كان عم يقصد نفسه، لأنه بينسى نفسه، ما بهمه نفسه. نعم. هذه الأهم نقطة. المهم. نعم. في ليلة عم تصلي له، وصلت مرحلة ما بقى فيه هو بطل تايكواندو. نعم. وبطل دول تايكواندو ما بقى فيه يطلع درج، وشاب عمره 23 سنة. نعم. كل شيء بيحكى معنا شكوه
من أكثر يعني كل المناطق تقريبا 20 مستشفى 12 سنة ما في حكيم عم يعرف يعطي الدواء. بتفرغ دم يوقف شوي. لحتى في ليلة من شهر عم صلي له حاطت لي صورة قلب يسوع عنا عندي بقول له يا ربنا بطلب منك يا أنا مريم باسم ربنا يسوع بحق الجروحات الفائتة عم أفدين قلبك بهاللحظة شل وجع ابني بهاللحظة وبيفرش الدم. هلا أنا عم بحكيها ما عم بعمل دعاية ليسوع ما عم نزل عم نعم شيء بس أنا بحب لازم أشهد. حتى هو بطلب مني قال لي ماما شو ما تحكي العالم ما بيهمها. قلت له لا بدي أحكي مع أنه هو ابن كنيسي وراح يعمل راهب وأنا رفضت لأنه مش رفضت لشيء لأنه بنحرم شوفه بس أنا للكنيسة ليل نهار. قلت له بتخدم كنيسة ليل نهار وبيبرم على الكل وعلى الأيتام وعلى العجزة وعلى الكل ومع أنه ولد بس مهم ضلني شوفه. المهم قلت له وكفيت بشفاعتك يا مار شربل. بيركض خيه بقلي ماما خي عم يستفرغ دم يعني عم بقول له لربي يسوع بهاللحظة مثل ما فادت على نص دين قلبك شكوك بنص دين قلبك شلو لابني لوجعه بهاللحظة من نص دين قلب وجعه مثل ما انت توجعت شلو يهم بهاللحظة وبيترش الدمات بيركض خيه بقلي ماما خي عم يستفرغ دم. كفيت بشفاعتك يا مار شربل وركضت مثل سمعت صوت انه قال لي محل ما هالحكيم اللي هلا رح يستلمه هو اللي رح يشفيه. وبالفعل الحكيم اللي هلا استلمه شلوا ربعريته واكيد في كثير من عالم عم يسمعوا لانه تقريبا نص شعب لبنان بيعرفوه وزاروه كلهم من اخواني ومن رهبان ومن كل اخوتنا الشبيبه الطيبه اكيد رح يعرفوا مين هو بس هو يمكن يزعل اذا بذكر اسمه بس رح ينعرف ما بعرف. المهم صح انعمل شير بعريته لابني وقبل بيوم بسمع ب 22 الشهر قبل عمليته بيومين ثلاثة بيجي على البيت 12 إلا دقيقة هو 22 لمار شربل كل 22 الشهر 12 إلا دقيقة بالليل. بتعرفوا حرقة قلب الأم أنا قدام ابني كنت قوية وكنت ضل مزبطة حالي وقوية وفرجي إنه عم بضحك بس أنا بنص دين قلبي عم بتخزق وما بدي فرجيه لأنه المريض ما بده بكى بده صلاة وبده بسمة لتعطيه القوة. بيجي على البيت ب 22 الشهر أنا عم 12 إلا دقيقة بالليل عم بتطلع بصورة يسوع أنا أثق بك كمان لأنه بكل البيت في صور يسوع والعذراء ومار شربل ومار جريس والإبتسين. بتطلع بالصورة 12 إلا دقيقة بالليل 22 شهر أنا ما عارفة للساعة ولا أي ديت. بسمع صوت جراس كنت عم ببكي بالبيت لحالي على ابني بسمع صوت جراس سكرت ديني وغمضت عيوني لأنه قوي الصوت كتير كتير. شوف دير عنايا مار شربل شوفه ضحك لي وبسمع صوت جراس قوي كتير والشمس شرقت مش شمس شرقت ذهب نزلت قطع الذهب من السماء وخيطان على الأرض وقال لي أنا لآخر دقيقة ما تركه لسيرجيو هلا عرفتوا اسمه ورح تعرفوا بأي رعية حتى بتطلع بس ظهرت لبرا أنا يمكن عم بخوت عم هلوس لأنه أنا ماني من النوع الدغري بيمشي ورا هيدا ورا الأشياء بحب كون واثقة. ظهرت لبرا ما في صوت ما في شيء ما في جراس الدنيا طلعت بالساعة لقيتها 12 إلا دقيقة عرفت مار شربل عم بيقول لي إنه لآخر دقيقة ما تركه لابني سيرجيو. بتطلع بالديت لقيته 22 كان نهار السبت 22 بعد في دقيقة ليخلص 22 بقى هون أخذت الاطمئنان. تاني يوم رحت عند على المستشفى على الهوسبيتال لنحكي مع الدكتور كلهم هني يعني كانوا شوي مرعوبين وأنا عم بتطلع فيهم حتى ابني قال لهم أنا من هون ماني فالي لا. قالوا له بدنا نتركك فيك تعايش بهالحالة قال لهم لا مع أنه هو ما بقول الآخ وعمل العملية وما قال كلمة الآخ حدا من شالي ربع ريته ما يصرخ إلا يصلي. بقى نشكر الله أنه للحكيم اللي استلمه اللي ربي يسوع طلع له الدمات من نص دين وجعه شلوا إياها عذاب 12 سنة والعالم تشهد مرة استفرغ دم على المذبح حتى يعني اللي صار شو هي الحالة مدام شو هي الحالة طلعت الحالة أبونا طلعت الحالة نعمل زرع وطلعت الزرع من يومين كل حكيم كان يقول لي شيء عندي 10 كيلو صور راديو توراكس شي قالوا له عندك جرح برية شي ما بعرف حدا شو قال له لأنه هو بطل تايكواندو كمان بطل لبنان كل سنة وبطل دولي
وراح يعمل راهب. المهم عنده إيمان عميق، يعني أبونا أوقات ما بيجي على البيت، بوقف سيارته بالكنيسة وبينام، غير شباب تروح تسهر. ده عمره سيرجيو، عمره 23 سنة. الله يخلي لك. من عمره يعني، من عمره. بيستلم رعاية مار شربل كمان بأدونيس، بيخدم برعاية مار شربل، من خدام رعاية مار شربل أدونيس، من هو عامل بريمير كومينيون. فهلا إذا عرفني عملت مداخلة، هلا هو بروما، راح على روما عامل عملية ما صار له 20 يوم. عن جد الله يخلي لك اياهم. وطلب شاريو ليكرجوا عليا بس ليزوق ليروح بهيدا الديت. بس شغلي عن القديس جون بول دو، معلش معه لي بنص دقيقة. تفضلي. لما توفى القديس جون بول دو قبل نص دقيقة، نحن بوجه سيدة حريصة بنسمع صوت هدير، ووو هيك شي صوت كتير قوي. ركضنا أنا وسيرجيو على البلكون، وخيو نطلع على البلكون منشوف مثل شيء سحب توربون أبيض، طوب أبيض وسحب فوق سيدة حريصة، وضوء هيك عمل غريب. يعني بدنا نشرح لكم منظر، ما بعرف كيف رح أشرح لكم إياه. مثل غيمة بيضة، توربيون أبيض، فستان أبيض سحب فوق سيدة حريصة واختفى الصوت. قال لي دغري، قال لي ماما، كان صغير يعني كان عمره 13-14 سنة، دغري قال لي ماما هذا جون بول دو هلأ طلعت روحه، وهو عم بيموت عم بيفكر بشبيبة لبنان قد ما حبهم، وهو عم تطلع روحه يا ماما. اجت هاللحظة وطلعت روحه فوق سيدة حريصة فوق لبنان. ما في نص دقيقة ركضنا على التيفي شفنا الدخان الأسود، وأعلنوا أنه هلأ توفى جون بول دو. طلعت فيه ويعني دم عيونه وصلى بإيده عوجه، بس هيك ما حكى. أمين مدام على شهادتك الصراحة. كمان كان الأوائل اللي قالوا عن جون بول دو قديسنا كمان، أنه بتشكركم على الوقت اللي عطيتوني. ميرسي لك صراحة أبونا، ما قدرت أطشها لأنه هيك تأثرت بصراحة. أنا مني وعليه تأثرت. بدنا نجيب سيرجيو بكرة لعدة حلقة. لازم مدام أكيد بتقبل من دون أي دعوة. مدام بدي أشكر مداخلتك معنا، بدي أشكر شهادتك اللي عن جد عم تعطيها من قلبك، لأنه عم تحكي أكيد. هي عاطفة الأم، هي عاطفة الأم بالفعل. أبونا، طب أبونا كتير أوقات، أنا ما بعرف مدام إذا سجلت شهادتها ولا ما سجلت شهادتها، بس كتير ناس بيصير معهم منا بحاجة للتسجيل أصلاً. يعني مار شربل مش بحاجة تنسجله على الجيب. نعم اوكي، اول لما بتبلش ضروري حتى يتوبوا منشان يصير قديس، وفي مراحل نعتزل عجيب، بس مش ضروري كل اعجوبه بتنعمل يعني لازم نسجلها. مش ضروري، بيكفي انها عم تعترف فيها وعم تقرفي وعم تخبرك من قلب مجروح، يعني قلب ام عم تخبرك عن مشكله عيشتها، يعني عن ازمه عيشتها. تصور انه عم تعيش ازمه فقدان ابنها، يعني بدها تفقد ابنها، بده لا سمح الله بده يموت، بده يعني عم تخبرك ازمه كانت مرقه بازمه ووصلت لهون. هي اكبر شهاده، هي اهم. انا ليش اذا سجلوا بيطلعوا بيسجلوها على ورقه وبتنطوى بقلب الدفتر، وهات الايام تفتح الدفتر. ولكن لما تعطى شهاده مثل هيدي قدام الناس يقولوا انه الله موجود. الله موجود. هذه كان يقولها البطرك شنودة، البابا شنودة كان يقول الله الهنا حي. بقى ونحن اليوم بنقول الهنا حي. أمين أبونا، ما رح زايد، خاصة المدام عطيت شهادتها، وبذات الوقت عم بيدهمنا الوقت. بعد معنا يمكن حوالي 5 دقائق يمكن لحق تقرير للأم تي في بيحكي عن ذكرى إبادة الأرمن، لأنه تخيل منقطع هذا الروبورتاج. إذا التفاصيل عن الأم تي في نعرض ب 23/4/2014، التفاصيل نشوفها سوا. إنها النسخ الأولى للملحق الخاص بالإبادة الأرمنية. 99 عاماً، أي ما يناهز القرن، حاولت جريدة أستاك الأرمنية أن تختصرها في 150 صفحة. وقائع إثباتات، ذكريات ومطالب شعب متمسك بقضيته، هذا ما حملته الصور والكلمات في ملحق 24 من نيسان. ففي مثل هذا اليوم عام 1915 ارتكبت حكومة تركيا الفتاة مجازر بحق الأرمن، أسقطت أكثر من 1,000,000 شهيد. لأنه تركيا بتكفي أنه تنكر الإبادة، فنحن بنحاول أنه نفرج للعالم أنه الإبادة حقيقة، عدا أنه لبنانيين نحن أرمن، ونحن منطالب بإحقاق الحق أنه تركيا تعترف وتعود
واسترجاع الأراضي. أرشيف الجريدة التي أسسها حزب الطشناق في بيروت عام 1927 يروي قصة أوجاع ولكن أيضا عزيمة لا تقهر. فاليوم وبعد مرور 99 عاما على الإبادة لا يزال أبناء الجالية الأرمنية يحملون لواء القضية حول العالم. من شي جمعتين صوتت لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يدين تركيا ويطالب بالاعتراف بالإبادة الأرمنية. يعني هذا المشروع إذا تصدق نهائيا بده يضغط على الرئيس الأمريكي باراك أوباما لحتى يعترف بالإبادة الأرمنية. طبعا شيء طبيعي انه يضغط بالنهايه كمان على تركيا لتعترف بالاتحاد الاوروبي، في ضغط على دول اوروبيه حتى تضغط هي كمان على تركيا للاعتراف بالاباده. اليوم في اجواء كثير ايجابيه بمصر كدوله عربيه، في اجواء حتى بسوريا للاعتراف بالاباده الارمنيه. الذاكره الارمنيه لا تزال حيه والعزيمه القويه لا يقضي عليها الزمن. يبقى المطلب الأرمني الأساس اعتراف الدولة التركية بالإبادة والتعويض عن الخسائر المادية والبشرية، ذلك من خلال التعويض للأفراد وإعادة الأراضي التي كانت ملك الشعب الأرمني في تلك الحقبة. أبونا عم بيدهمنا الوقت بشكل سريع، لكن حابب اليوم تأخرنا عن المشاهدين وعلى الكل، أخرنا ولازم نسلم الهواء على الوقت. أبونا سؤالي لك هيك من باب إذا بدك العتب بزيت، أوكي القضية الأرمنية قضية لا تنتسى، قضية هي مجزرة أكبر من أنه قضية، ملايين راحوا من المسيحيين ملايين، لكن أبونا نحن من دنا مسيحيين ومسيحيين شعرنا التسامح، وين التسامح عند الأرمن بتجاه الأتراك؟ أنا بدي ألفت النظر، تفضل. هيدي المجزرة ما كانت ضد الأرمن فقط، ضد مين كانت؟ كانت ضد المسيحيين، لأنه راح سريان، راح سريان وصار إبادة سريان بذات نفس المعركة قد الأرمن على 3 مرات. نعم. وراح روم أرثوذكس، راح روم أرثوذكس كمان. مشان هيك أنا بأسف ليش بقولوا بس الأرمن، مشان هيك مش بس الأرمن، ضد كان ضد المسيحيين هونيكي. نعم. أو بالأخص السريان. أنا كمان هون بدي حيي الكنيسة السريانية، الكنيسة الأرمنية، الكنيسة الأرثوذكسية، ومن ضمن صلاتنا لصلاتهم بهالمناسبة لأن هلأ بيحتفلوا بقديسات، بس كمان بحب ألفت النظر على الموضوع. أما بما يخص أنه أكيد إنسانياً لا تنتسى، إنسانياً لا تنتسى، ولكن مسيحياً لا، بننظر وجه آخر. بس أبونا هلأ حالياً الجيل الصاعد اللي من عمره، أوكي ما رح بعيد أكتر، بتلاقيهم عندهم هوس، عندهم هاجس، لأنه الأرمن كره مش طبيعي، لأنه الأرمن هذا مبرر، لأنه الأرمن فقط عطول بحالة يعني ما بينسوا للشعب، وكل سنة بيعملوا ذكرى وبيعملوا احتفال حتى بينسوا. هلأ هذا شيء مش غلط، هذا شيء مو مش اكيد مش اوكي، بس عم بيعكس سلبا، عم يعكس سلبا اكيد على نفسيه الاشخاص واكيد على اوكي. لو انا الحين ساعات عندي لا هني عم يضغطوا مسيحيين، محسوبين على المسيحيين بس هني عم يضغطوا لسبب ثاني، هني عم يضغطوا بدهم تعويض. نعم. وبدهم اعتذار وبدهم اعاده الاراضي. اوكي الاعتذار يمكن مستحيل، مستحيل تعويض كمان يمكن كمان مستحيل. عم بقول لك لانه قضيه بكره على 100 سنه بس. نعم. سر المجزره 100 سنه بيكون فات الاوان، سنة الجاية بتموت القضية قانونيا حتى. نعم. قانونيا بالمحافل الدولية. نعم. بتموت قانونيا، إلا بعرف إذا في اجتهاد تاني. نعم. بس المتداول في اليوم أنه على 100 سنة بتموت القضية. أبونا جاك نقولة بدي أشكر حضورك معنا حبيبي شادي حلقتنا. خلينا إياك بدي أعتذر المشاهدين، بعد فيه كان عنا تقريرين بيحكوا كمان بقضية الأرمن، لكن كل عفوا كل ريبورتاج بيحكي عن شيء معين، لكن ما لحقناهم الأسبوع المقبل نحكي عنهم أكتر أكتر. بختام الحلقة بدي أشكر المخرج بيير زيدان موجود معنا على الإخراج، بدي أشكر ألبرتو نسيت عائلته، ألبرتو نسيت عائلته أبونا، بدي أشكر ألبرتو على اسمه على بالظهر. نعم أبونا. بدي أشكر ملابس نوا موجود بكفر حباب غزير. إضافة بذكر المشاهدين أنه فيكم تحضروا هذه الحلقة، إعادة لهذه الحلقة على يوتيوب، تكتبوا شو الحلقة S2 وبتحضروا الحلقة كاملة على اليوتيوب. ختاما أي تعليق أي سؤال الأسبوع المقبل تسألوني على 7887687 من هلأ لوقتها. الأسبوع المقبل بيجدد موعدنا، تصبحوا على وجه يسوع، إلى اللقاء.